الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشترك قناتكم الحبيبة اعرف دينك. معانا معلومة دلوقتي انت بتسمعها لأول مرة، وانا متأكد بعد الحلقة دي انك انت مش هتسيب صلاة الفجر أبدا. ليه؟ هل تعلم ان صلاة الفجر تحميك من جلطة القلب او المخ، يجي لك جلطة في المخ او في القلب؟ في مؤتمر في ألمانيا كان بعنوان كل مرض بيجي الساعة كام، دي الترجمة يعني الحرفية لي، قالوا ان 80% من جلطات القلب بتكون الساعة 8 الصبح، وجلطات المخ كمان. بيقول طبيب ألماني ان الساعة 8 الصبح هي أسوأ وقت للشرايين. وتفسير ده ايه؟ ان المرء لما بينام عند نومه الدورة الدموية بيحصل فيها بطء وبيتجلط الدم، لان الانسان اول ما بيحط دماغه على المخدة في مادة بتتسبب في ضيق الشرايين، وبيكون ده في اقصى مرحلة ليها الساعة 8 الصبح، وده أسوأ وقت بتضيق فيه الشرايين، وده الوقت اللي بتحصل الجلطة فيه. فلكن قالوا حاجة غريبة قوي، قالوا ما عدا اللي يقوم بالليل وينام تاني، فالمادة دي بتنكسر، وبيكون 8 الصبح ده أمان لإنسان من إن يحصل له جلطة وما يحصلش في مشكلة عنده. في الأذان في صلاة الفجر بنقول إيه؟ أو المؤذن بيقول إيه؟ الصلاة خير من النوم. مش ده اللي بيحصل؟ أيوة ده اللي بيحصل. نقول الله، فعلا الصلاة خير من النوم. عشان كده الدكتور حسام وافي بيقول إنه لما بيجي عندي أي حد في عيادتي حالته بتكون خطيرة جدا جدا وعنده مشكلة في الشرايين وفي الدم وهو غير مسلم، أقول له قوم الساعة 4 الفجر ولف في البيت شوية وتمشى شوية عشان ما يسبقش الوقت اللي هو الساعة 8 الصبح ويحصل لك جلطة في المخ أو في الشرايين أو في القلب. فنقول إحنا سبحان الله، نحن عندنا صلاة الفجر، عندنا قيام الليل، نحن المسلمون كلهم يعني بفضل الله عز وجل المسلمين كلهم بيقوموا في الوقت ده يقفوا بين يدي ربهم، سواء في قيام الليل أو بفضل الله عز وجل للوقوف في صلاة الفجر. شفتوا ديننا جميل ازاي؟ بيحميك من كل الشر نفسه. انشر الحلقة دي، ما تخليهاش تقف عندك، انشرها لكل حبايبك وكل اصحابك، وما تنساش تعمل تعليق وتعمل اعجاب للحلقة كمان، ما تنساش تعمل مشاركة لكل اصحابك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان تعم اكبر فايدة لكل المسلمين في كل بقاع الارض. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.